معك جندوري رشيدة، نائبة رئيسة جمعية فرحة ذوي الاحتياجات الخاصة، الوليدات المعاقين ذهنيا. المشكل اللي وقع هو أن الوليدات دابا تبارك الله هذه دابا حنايا قربنا نكملوا شهر 10، ورغم أن الدولة يعني متكلفة بهاد الوليدات ومخصة لهم المعدات ديالهم وخلصت مبالغ على هاد الوليدات، يعني تكفلت بالدوك لي سبيسياليست وسميتها والاطر، وباقي الوليدات لحد الان باقي ما التحقوش بالجمعيه. وغدا عن رئيسه ديال جمعيه فرحه، انا ام لطفله عندها 18 عام ونص، عندها اعاقه دينيه ان غوتار مونطال، هي معايا بوجار كوثر، لدرجه ان دابا كنجيبها وكيجري على الرئيس هو والاطر يعني من الجمعيه، واخا ما كاينينش الوليدات ديجا كانت معاهم ديك السيمانه. وبالنسبه للاطر دابا الحضور ديالهم يوميا، ولكن ما كاينينش الوليدات. هاد الاطر شنو كيديروا البستانه، يعني كل نهار كيبداو يجيو يغرسوا هادي، يعني ما مستقبلينش الوليدات. الرئيس هو اللي حابسهم وعاطيهم هذيك الخدمه ديال البستانه. ما عرفتش انا واش هاد الجمعيه ديال البستانه ولا جمعيه ديال الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي خصها تستافد منها، لان الدوله عاطيه منح باش يخدم مع هاد الوليدات ومخلص عليهم الاصلاحات، وهاد السيد يالله باقي كيدير الاصلاحات، يعني واصلينو يعني باش يصلح من شهر 3 ولا 4، وبحكم الكوفيد راه يعني كان بامكانه يصلح في شهر 5 في شهر 6، وباقي هو جالس على كيفو، يعني ما واخدش بعين الاعتبار لهاد الوليدات المعاقين. ديجا بعدا هما تحبسوا في الدار مده ديال 7 شهور، يعني مادام واخر اجتماع كنا في العمل مع المندوب ديال التربيه والتعليم ومع ديال الصحه، قال لك انفو تحل المدرسه انفو غادي يكونوا الوليدات حتى هما في الجمعيه يستافدوا. دونك المدرسه تحلات وجاو الوليدات، ولكن الجمعيه ديالنا باقي ما صيفطاتش على الوليدات. وملي بغيت نتصل بالاباء ديالهم، يعني دخلت الاداره لقيتو بدل عليا القفوله ديال الاقسام وبدل عليا السالوت ديال الاداره، ولقيتو قبل ما يبدل عليا داك لقيت الاداره كلها خواه من الوراق، يعني ما عنديش معلومات على الاباء باش نعيط لهم باش يجيو يستافدوا من الجمعيه. وما عرفتش انا هو السبب اللي مخليهم ما معيطش عليهم، رغم ان الدوله خلصت ليه يعني باش يصلح وكل شيء، وما معيطش هو على الوليدات. ما عرفتش شنو هو السبب اللي داير هاد الاستهتار بزاف، يعني وباقي ما كاينش التفاعل معايا، لدرجه انا دابا هاد اليومين جبت بنتي للجمعيه وجرى عليها، وعاوتاني جبتها اليوم وشافوني المؤطرات وبقاو كيتسناو في الزنقه مجموعين حتى لديك العشره، من بعد مشاو بركوا في القهوه باش ما نخليش لهم انا بنتي، حيت ديجا قلت لهم غادي تكون معاكم، قالوا لك لا ما نحضيوهاش لك وما نقابلوهاش، بحال انا جبتها عندهم للدار. دونك مادام قلت لهم انتم كاينين في الجمعيه الا وبنتي تكون، دونك بنتي راه بنتي باش دارت هذه الجمعيه وبشي اباء اخرين اللي كنا انا هذه 4 سنين وحنا كنطلعوا نهبطوا على هذه الجمعيه توصلنا لهنا لهذه المرتبه، وحنا غادي مزيان. ولكن هذا السيد هذا الرئيس الله يهديه، ما عرفتش انا المغزى ديالهم والهدف ديالهم من هذه الوليدات، بحكم ان ما عنده لا ولد معاق لا حتى شي حاجه، يعني ما عندوش احساس، وانا ام وعندي احساس، وانا كنناضل من دوك جميع الامهات اللي عندهم هذه الوليدات. داك الشيء علاش انا كنت واقفه في الجمعيه دي مده 3 سنين بوحدي، وهو كيخدم وكيدير اللي بغى، يعني في امين المال والكاتب العام، انا براسي ما عمرني ما عرفت الكاتب العام شكون هو، وما عرفتش يعني هو واخد الجمعيه بحال مدرسه خصوصيه. انا هذا العام عاد اكتشفت بزاف د الحوايج، سيرتو في هذا الكوفيد هذا الشهرين الاخرى، يعني في شهر 7 وشهر 8 يعني اكتشفت بزاف د الحوايج، واكتشفت هذا راني اتجهت لهذا، خديت مصادر قانونيه، انا راني التجأت للسلطه. ومني جيت لذاك الاثنين الاخر لو 12 لقيته بدل القفوله وحبسني، ومني حل الاداره دخلت راه هو دار لي عنفني، دفع لي البيروز راه قال لي في خدي هنايا من التحت، وكليت بصبعي لي الدجره تفلعص، يعني راه درت شهاده طبيه عطوني فيها 18 يوم ودست عند هذا، ودرت لي محضر عند البوليس. المسؤولين انا كنطالب وكنترجاهم يعني يشوفوا هذا الاستهتار. هذا السيد الرئيس راه واخد هذه الجمعيه راه مدرسه خصوصيه ليه، لان بوحدو اللي كياخذ القرارات، وبوحدو اللي يعني من نهار اللي التحقت انا بهذه الجمعيه ومن نهار اللي تاسست عمر ما كان شي اجتماع لا بين الاعضاء ولا تعرفنا بعضياتنا ولا حتى شي حاجه، هو يلاه في هذا الشهر 8 جمعهم ضدي انا، حيت انا اكتشفت بزاف د الحوايج، وراه انا قدمت الورق ديالي والشكايه دونك باش يشوفوا معايا هاد المسائل اللي داير، لان انا معاه ودوز بزاف د الحوايج من فوق راسي وانا ما سيقاش الخبار.